بيتزا روستيكا. بالنسبة العجينة اللي هي الشورت كراست بيستري عندنا 450 جرام دقيق، 225 جرام زبدة، 3 بيضات وملح. بالنسبة للحشو عندنا 250 جرام ريكوتا، 50 جرام بيكورينو، 150 جرام جبنة موتزاريلا جاموسي أو بافلو مقطعة مربعات، عندنا 60 جرام مورتاديلا أو لانشن، وعندنا 60 جرام برزاولة أو باسترما أو جريسون، وثمان بيضات وملح وفلفل. هنعمل الشورت كراست بيستري زي الشورت كراست بيستري العادية، بنحط المقادير الجافة الدقيق والملح مع الزبدة وبنخفقهم مع بعض، ولما الملمس بتاعهم يبقى ملمس رملي بنزود البيض ونعجن لحد ما تتكون عجين. بعد ما بنزود البيض اللي هو السائل مش بنعجن كتير، لان زي ما قلنا لما بنضيف السائل للدقيق اللي هو فيه جلادين وجلوتينين مع اي سائل حتى لو بيض، البيض البياض بتاعه 90% مية والصفار بتاعه 65% مية وبالتالي فيه مية، ودي بتكون الجلوتين في الدقيق اول ما بنضيفه. فبعد ما بنضيف البيض مش عايزين نقوي خيوط الجلوتين، نخلط خلطتين بسرعة وتبقى كده عجينة الشورت بيستري أو العجينة المفرولة اللي بنستعملها للبايز أو للكيش بتكون جاهزة. بنغلف الدقيق الأول بالزبدة وبعد كده بنضيف البيض. هحط البيض ونعجنه تاني ونكون عجينة، لكن أول ما تبتدي تلم من العجانة نوقف، وحتى لو لقينا إن هي يعني لسه مفرولة شوية محتاجة شوية شغل ممكن نعمله بإيدنا. هحط شوية دقيق تحتها وشوية كمان فوقها علشان النشابة ما تلزقش فيها. ما نزودش الدقيق قوي، مش عايزين نغير الوصفة لان طبعا كل الدقيق اللي بنحطه ده العجينة بتتشربه. ممكن نجيب القالب او الصينية بتاعت التشيز كيك، هقطع الجزء اللي تحت بالقالب. اوكي لازم اضغط شوية كمان. اوكي وهحطه هنا. محتاجين حتة صغيرة كمان. أول حاجة بنعملها بنحط الريكوتا. الريكوتا ساعات بتبقى مفرولة كده، فعلشان تتقلب معانا كويس وما تعملش الفرولة دي أحسن حاجة إن احنا نضربها مع البيض الأول قبل ما نحط بقية المقادير. أنا كده حطيت الريكوتا والبيض ونخلطهم مع بعض. دلوقتي احط الملح والفلفل علشان برضو اضربهم بالويسك يتوزعوا كويس. اوكي هستغنى دلوقتي عن الويسك واجيب سباتشيلا وابتدي احط بقية المقادير. هحط الجبنة الموتزاريلا الجاموسي مقطعينها مكعبات، هحط الباكورينو، هحط اللانشن او المورتاديلا، مورتاديلا بقري طبعا زي ما بنستعمل بيكن بقري وكده، ودي البرزاولا
لو ما بنحبش البروزاولا ممكن نحط بسطرمة، بس تبقى مقطعة مكعبات مش شرايح. طبعا عايزين نحط شوية زعتر، شوية ريحان، عايزين نزود زيتون، طماطم، زي ما احنا عايزين. يعني دي كده هي الأساسية التقليدية، لكن طبعا كل واحد يحط اللي هو بيحبه. نجيب العجينة الجاهزة، ونبتدي نملى القالب. شبه الكيش خالص، ولكن مختلفة عن البيتزات الإيطالية اللي احنا عارفينها. اوكي، نحط الباقي كله هنا. وبما ان العجين او الحشو اغلبه بيض، فلازم درجة حرارة الفرن ما تزيدش عن 150، وهتاخد حوالي ساعة لحد ما تستوي.